معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل، مرحبا بك. إذا أستاذ مصطفى، نتحدث عن فوضى السلاح المنتشر في مناطق البلاد المختلفة ولا سيما الجنوبية، البصرة وغيرها، يعني إلى ما ترجع أسباب انتشار أو هذه الفوضى؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. فوضى السلاح التي تنتشر في محافظات العراق وخصوصا في جنوبه والبصرة تحديدا، هذه مرتبطة بالفوضى العارمة التي يعيشها كل العراق في جميع مناحي الحياة، حيث لا توجد هيبة للدولة ولا فرض لسلطتها على جميع الأراضي العراقية، وبالتالي هذا جزء كما قلنا يعني من حالة الفوضى العارمة التي يشهدها العراق في جميع المجالات. حالة الفوضى في السلاح يعني طبعا مرجعها إلى وجود الميليشيات ووجود الأحزاب التي هي في الأصل عبارة عن عصابات وميليشيات إرهابية أدمنت على مسألة تهريب السلاح واستخدامه وحل النزاعات فيما بينها عبر الوسائل العنف والإرهاب، وزادتها السنوات الأخيرة إمكانيات مادية كبيرة مكنتها من يعني الاستحواذ على أسلحة من مختلف المستويات، الخفيفة منها والمتوسطة بل وحتى الثقيلة أحيانا، فقد وجدنا في معارك بعض العشائر ومنها ما جرى أو يجري حاليا في البصرة، هناك حتى مناوش يعني اشتباكات تجري بالمدفعية وبأنواع من الصواريخ منها الكاتيوشا ومدافع الهاون وغيرها. بعض المحللين يفرق بين هذه الميليشيات والقوات الأمنية ويرى أن ضعف القوات الأمنية عموما بصنوفها المختلفة قد أسهم بانتشار السلاح، إلى أي مدى ترى أن إضعاف القوات الأمنية كان مقصودا منذ البداية؟ في العراق لا توجد قوى أمنية بالمعنى الحقيقي المتعارف عليه في دول العالم للقوى الأمنية، الكل يعرف أن الجيش والشرطة وكل القوى الأمنية العراقية التي شكلت بعد غزو العراق واحتلاله كانت عبارة عن حاصل تجميع هذه الميليشيات الإرهابية التي أسست في إيران أو كانت من البيشمركة، وبالتالي يعني أصلا هذه القوى الأمنية هي عبارة عن ميليشيات غير منضبطة وفوضوية، وبالتالي ليس لديها أي قيم من قيم العسكرية أو الانضباط أو الالتزام بالقوانين. هذه الميليشيات التي أصبحت جيشا وشرطة اتحادية وكل المسميات الأخرى هي من يعبث بأمن البلاد وهي من يقوم بتسريب السلاح إلى العشائر، ويعني نحن دائما نسمع عن بيع سلاح مخصص للقوى الأمنية ولكن يعثر عليه في لدى عصابات تهريب الأسلحة، بالإضافة إلى طبعا الحدود السائبة خصوصا من إيران حيث يجري تهريب السلاح من وإلى الأراضي الإيرانية، وبالتالي يعني إضعاف العراق هذا جزء من المخطط الأكبر الذي إضعاف القوات الأمنية في العراق وإضعاف هيبة الدولة وفرض القانون، هذا جزء من المخطط الأكبر الذي هو إضعاف العراق بشكل عام. يعني في السنوات التي سبقت غزو العراق عندما كانت الدولة تسعى إلى نزع سلاح بعض يعني أو تقيم حملات للتفتيش على السلاح وتحاول أن تحصر السلاح بيد الدولة، كان بإمكانها عندما تطوق منطقة بعينها وتقوم بتفتيش الدور وحينما تجد سلاحا غير مرخص تقوم بسحبه، نعم، فارضة سلطتها وهيبة الدولة
على المواطنين. هذا لا يجري الآن طبعا على الإطلاق. نعم، وهذا ما تعترف به حتى وزارة الداخلية، فإن ما يقارب 60% من تجارة السلاح تنقل هذه الميليشيات، ميليشيات الحشد، وهي تتحصن طبعا بهويات أفرادها. هل باتت إذن ميليشيا الحشد فوق الدولة إنجاز التعبير؟ كل الأجهزة الأمنية والعسكرية والإدارية والخدمية خاضعة لسلطة ميليشيات الحشد الشعبي التي تعبث بالعراق وتشيع الإرهاب فيه. وسبق أن قلنا كثيرا أن انتهاء المعارك مع تنظيم داعش الإرهابي وغيره سيؤدي إلى حالة من الانفلات الأمني في مدن وسط وجنوب العراق بشكل خاص، حيث عاد هؤلاء المقاتلون ومعهم يعني الكم الهائل من السلاح، عادوا إلى مدنهم، وستبدأ عمليات التصفية وعمليات الابتزاز وفرض النفوذ فيما بينهم في هذه المناطق. وهذا ما وجدناه حيث تفاقمت خلال السنتين الأخيرتين بالذات عمليات يعني الاشتباكات والمناوشات، عمليات التصفيات العشائرية التي تجري فيما بين أفراد ميليشيات الحشد الشعبي بشكل خاص. شكرا جزيلا لك سيد مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر.